بنش مثلا وليكن 1 جيجا. يبقى العرض ده كله كام؟ من 75 في 4 زائد 2 دي ده فلوس كبر؟ ده 13 متر. ده استريمون 13 متر؟ خلاص ده الفل تاني. لا اكتبها بلوك. عندنا تي اس وليكن 22 سم مثلا، سترينج سبان 6 متر، الفلور طبعا سامبل 200 كيلو جرام على المتر المربع، أول حاجة كنا عملناها المرة اللي فاتت اللي هي الـ EB الديد لود صح؟ الدبل ديد لود هتساوي الأونر بتاع الكاميرا 0.175 زائد 2 من 10 2.75 صفر الكول سترينج الأولانية زائد عندنا الدروب كفر فاصل الدروب كفر وهنضيف عليه قلت مش 22% ده 22% انا في السكشن محمد كل ده 275 لا لا ال 2.5 275 البلاطه 22 سم 2.75 عندنا 2.23 6 على 2 6 99 بس كده؟ سهلة الخطوة دي سهلة ماشي؟ نخش بقى على الخطوة اللي فيها اللايف هنرسم بقى العربية بتاعتنا فين السترنجر اللي احنا بنرسمه؟ نص أي حاجة يعني خلينا نتكلم على النص اللي ما فهمش بقى المرة اللي فاتت تركز معايا هذا الأحمال بتاعت العربية الكبيرة المسافة دي ما بينهم كام؟ 7.5 2 متر. بالك عشان يبقى نهاية العربية بعد كام؟ نص متر؟ نص متر. كان شايف على حلقة فوق يعني
انا عايز بس اشتريها تبقى قاعد الاسترنج موجود. ما ممكن اجيبها بالفور اي واحده. لا مش هتري يعني ايه بستطلع أيوة استرنج يعني سواء دي او دي مش بتدرس واحده معينه. انا بدرس ديت انا اخترت دي. احسب يعني ده اللي بعمله. وانت لو خدت اللغه دي يبقى هتروح العربيه كلها المسافه دي كام؟ 2 متر يبقى لنا كام؟ 75. شايف بس اللي انا هرسمه الاول ده الخط النقط ده يمثل العربيه والحركه يعني. خلاص يبقى ده يمثل ايه؟ العربيه بتاعتنا؟ نص ونص. وطبعا هي منتهيه هي 6 متر صح؟ نص ونص. العربية 6 متر صح كده؟ بس 6 متر. يبقى هي واخده الحرب بالظبط واخده الباك بتاعتك كلها. العربيه هتبقى الجزء ده كده. خلاص كده؟ يبقى هي واخده الايه؟ المسافه ما بين السترنج 6 متر. واضحه كده؟ يعني المرة اللي فاتت كانت 7 فكان في داخل حمل موزع. موزع انا طول العربية دكتور 6 6 متر. يوم 11 ليه مفرش شوية؟ واحد ونص 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 حمل العربية 60 طن المفروض 6 في 10 60 بس الأحمال الحارة ديت بتبقى الحمل مضروب في 1 زائد أي في الإمباك يعني إمباك فقط. وهنا عندي كام دي؟ 5 من 10 صح؟ 5 من 10 1 زائد أي مربع وفي ما عدا ذلك كام؟ 13. خلي بالك بقى ركز معايا يا محمود ان انت عندك هنا ده نص فعندك حته كمان فوق فيها حته حمل موزع هنا يبقى هنا ده 25 مين في 25. طيب هناخد اول حاره اول شريحه. لو خدنا الشريحه اللي هي الايه؟ اي واحده منهم هو كلهم شكل بعض. تمام اي واحده من الثلاث منهم. دي تمثل ايه؟ سترينجر دي؟ خلاص ركزوا معايا دي تمثل سترينجر ودي سترينجر اللي بعدها ودي سترينجر ده جاي على دي مباشرة اهو حمل كده ايه؟ 10 وعدة ادوات صح كده؟ 10 بالظبط وعلى يمون على مسافة 2 متر المتر دي عندي 10 برضه 10 وعدة ادوات وعندي حلم على شمالي بس الأول ماشي على مسافة 1 متر صح؟ هنا كده يسيب نص متر العربية دي ونص متر العربية دي يبقى ده كام؟ خلي بالك بس احنا لو خدنا متر يبقى لنا هنا كام؟ 75 75 يبقى العربية دي تتضرب صح كده؟ اه شايف مين؟ ايوه يبقى 5 يطلع 25 متر برضه 5 5 لا ما هو انا ادام عدت الباك دي ماليش دعوه خلاص يبقى انا يهمني بس في الزون دي او في الزون دي يبقى هنا على مسافه 1 متر 1 متر عندي كام؟ 5 بس هذا عشان انا مش فاهم هذا دي كام ودي كام ودي كام ده 1 متر واللي فوق دي كام؟ 2 2 بقى عندنا 75 يبقى هنا عندنا كام؟ 75 صح كده؟ طيب ما هو ال 75 دي هناخد منها نص يبقى لنا عندنا كام هنا ايه؟ ربع ربع احط فيه كام؟ 3 من 10 و 10 مش هحطه في بقى يعني هي دي الشريحه يعني مش حاجه ثانيه مش حاجه ثانيه تحط مش بدور الحمام ده مش انا كنت اطلعها تاني واحده يعني مش لازم هكمل بس خلاص في عاد عندي مشكله في الشريحه دي سهله خالص اهي. طب هل انت محتاج تعمل شريحه في الحمام الموزع ولا لا؟ ولو اي ليه ولا لا ليه؟ تعرف؟ او بالنسبه للعزوم ما انتش محتاج هي الشريحه دي اللي هتديك اقصى عدد. طب بالنسبه للشير
حطهم على كلهم على ال ما هو التأشير بقى هيعمل معنى معنى الكلام ده ايه؟ ان العجل دوت هيتحرك قدامه فبالتالي الستة متر اللي هي بتاعت العربية طلع منها نص متر قدام فبقى في نص متر ورا خالص مش انا ما بجيب اكتر اظن السنجر نفسه صح ما ليش دعوه بال يعني اصلا بجيب الاكشنات من ليه ما ليش دعوه اكتر اظن الاكشن اللي هيطلع من هنا لما تظبطه على الكاميرا دي الثلاثة بقى ثلاثة اكشنات دول هما الحالة دي هتديك ايه؟ اقصى اظن الحالة هما لو انت عندك الشرايط ديت انت جبتها كده الشرايط دي لو انت جبتها كده هتديك اقصى شيء لو حطيتهم في النص دي في النص السنجر ايه؟ تمام طيب الشريحه بتاعت الديستريبيوتد لود بقى تبقى شكلها عامل ازاي؟ عندنا حبل موزع بتاع العربية في الباكية الكبيرة اللي هو 5.1 وعندي باقي كام؟ عندي 3.1 في آخر ربع 3.1 في آخر ربع صح كده؟ لا في نص عندي هي نص ده فاضي النص الفاضي بعد كده 3.1 فأنت عندك المسافة دي كده لما نيجي نقول المسافة دي ربع دي 2.5 صح كده؟ طيب وهنا دي نص وعندك حمل موزع ايه حمل موزع ده؟ 3.1 ماشي؟ 2.5 يبقى دي نص بقى عندنا 2.5 دي 3.1 دي 5.1 زي الاي ما بيساويش 3.10 الشريحه دي هتبقى فين بقى؟ لما دول يتحركوا قدام كده يجوا على اول ال هو لما دول يتحركوا قدام هتبقى المسافه دي كام؟ اللي هيتبقى ورا كام؟ هيبقى كام؟ مش نص متر لا انا قلت لك نص لا هي متر ونص المسافه دي 1.5 ما هم كلهم 6 دول دول لو جم قدام هنا كده يبقى انا عندي من ورا كام؟ 1.5 متر فاضي. عشان اللي مش واخد باله لو انا عندي السترنجر اهي والسترنجر الثانيه لو انا جبت الشريحه دي هنا كده ودي السترنجر اللي احنا بنتكلم عليها تبقى العربيه كده يا شباب واضحه كده صح؟ تمام وسهله كده؟ ونص يعني كده عايز في هنا بقى ايه؟ شريحه في الايه؟ في الموزع شريحه في الموزع مش العربيات اتحركت ناس قاعده مش فاهمه دي فاهمين برضه اللي بقوله؟ ما هو واضحه يا جماعه انا جبت العربيه دي بدل ما جبت في نص الباكيه حركتها قدام كده ماشي ماشي انا عندي هنا ايه؟ المسافه دي بقى فاضيه متر ونص فهيبقى فيها حمل موزع اللي هو الحمل الموزع طيب بالفانس لاين بقى هنسمي ده اسمه ايه؟ ار واحد ومعاه هنا كمان حاجه اسمها زاوية واحد وهنا هنسميه دبليو 2 انا عندي كده المثلث ده كده بالشكل ده فوق او تحت مش هتفرق بس ارسمه فوق او تحت المسافه دي واحد واعلى بعد 2 متر دي عند اوريجن هنا كده وعلى بعد ربع دي عند اوريجن هنا ايه هجيبه الناحيه الثانيه على مسافه 1 متر ممكن نخليها تحتها عشان تبقى واضحه كده ولا واضحه واضحه واضحه
ده اللي كنت فاضل له بس. طيب لو حد يجيب لي القيم بقى لي كده. المسافه ديت 1 من 2 75 1 75 75 على 2 75 يا 63 مين 63 مين. والناحيه الثانيه هي تبقى المسافه ديت تبقى 2 متر يبقى انت عندك 75 على 2 75 75 على 2 75 70 على 27 مين 27 مين. ماشي عندك ربع على 265 9 مين. هنحتاج حاجة تانية للشريحة دي ظن صح؟ يبقى نقول ار واحد أول حاجة نقسم بس الامك هنا الامك بيساوي ايه؟ 4 الار بيساوي 4 من 10 يبقى احنا دلوقتي بنقسم الايه؟ اللايف في الـ ألف 6 متر تطلع 35 متر 35؟ قلت لك 35 وين 3 35 قلت لك 35 يعني هنا القيمة دي تتضرب في الواحد يعني 13 ونص يعني ما دي 13 ونص ودي 13 ونص طيب احنا عندنا دي 13 ونص دي 13 ونص يبقى ار واحدة تساوي 13 ونص صح كده؟ 13 ونص في كام؟ 27 زائد 65 في حاجة أعمال مركز تاني؟ لا خلي بالك ده احنا مركز تحسب لوحده ما تحسبش الايه؟ الموزع مع 900 20 3 لا لسه 900 20 3 20 3 طيب قدام الواحدة هتساوي مساحة المثلث نص 900 ربع دكتور روحة ممكن نركز الموزع ونضرب في الاوردينيت على طول؟ نعم نركز الموزع ونضرب في الاوردينيت على طول الوقت 70 ينفع بس احنا نقوم بيها عند 75 لا ما ينفعش ينفعش بس انت كده حاولت بقى مش قادر ما مستطيل ده ما ينفعش الموزع الكلام ده لو انت عايز تجيب رياكشن كنا بنعمل الشير تقسم الشير مثلا عايز تجيب رياكشن على حاجه تجيب مساحه المثلث وتركزه انما لو كان دكتور معلش انا مش هجيب رسم المثلث ده انا قصدي اجيب انت هتجيب المتوسط بتاعه وتضربه في هركز حلو الموزع بالظبط واضربه في الاوردين بتاعه على طول انت كمان مش رايح خلاص اللي انت فين ده في الفلوس لا اللي بتاعت 927 مليون انت رجعت تاني 900 ديت ربع ربع على 275 في 1 ماشي و 927 نفس الكلام هتبقى 1 احنا دخلنا 2 يبقى 75 يبقى 75 على 275 في 1 تمام ماشي طيب ده 2 ركز بقى في 2 كده ده 2 هتساوي ايه؟ انا عندي ممكن اخد مثلث قدام هو 10 مثلث عشان بس الناس ما تتلخبطش ده الاستريب الاستريب واحد بس كده استريب ستين احنا عايزين فين؟ على مسافة ربع صح ولا لا؟ ايوه ربع ربع ولا ايه؟ 275 مسافة ربع احنا جبناها قبل كده 900 هي 900
نص سنة. وعندنا 2 ونص دي خلاص. الناحية التانية على الشفت نص اللي هي اللي مسألة اللي هي دي. هي عندي نص على خمسة. واحد. هي 2 وربع على 2.5 سنة. 2 وربع على 2.5 سنة. ده واحد. 900. يبقى 2 وربع على 2.5 سنة. اطلع 81 مليون. القيمة دي كمان؟ ايه 81 مليون. 81 مليون. بدل 2 هتساوي نص 900 ربع صح؟ دي 3.10 زائد نص 5 زائد اي دي بكام؟ كانت نص نص في 1 1 5 يطلع سعر 60 مليون كم؟ 67 مليون 67 مليون طيب عندنا الشبه المنحرف اللي هو ارتفاعه كم؟ القاعده المتوسطه في الارتفاع اللي هو 1 زائد 900 900000 على 2 دي المساحه العرض بتاعها 2.5 ولا 2.5 في 67 متر زائد الناحيه الثانيه 1 زائد 87% 81% يعني 2 العرض بتاعي بنص زائد تحت المثلث نص نص 81 وده بقى كده بالشرائح احنا كده رسمناها اهي دي السترنج عشان كل ثلاثه ثلاثه سبورت لا يعني دي السترنج بتاعتها الحاله بتاعت الكيس اهو ماكسيموم هنا الحمل بتاع الشريحه عادي لو ار واحد ده منه كام واحد؟ ثلاثه طيب الناس برضه مش مركزه معايا وانا بصراحه ما اعرفش اشرح الكلام تاني يعني فايت من الاول عندنا ده كام؟ 20 3 الناس بتلعب في الموبايل وعندي دبليو الراجل الوحيد اللي مركز معاك هو اللي فاهم عندنا حمل موزع قيمته كام؟ عندي 20000 طيب ده موجود فين؟ ده موجود في الحته الاخيره دي لا مش موجود اصلا العربيه كلها وده ده موجود كله العربيه كلها وده السنه كله تقريبا مفيش مارس ال ده السترينجر هو ده نفس المكان بتاع الشرايط شو هو 3.10 ايوه 3 من 1000 بعد الحسبه موجود فين؟ 1.5 موجود هو فين؟ الربع كله؟ ايوه صح كده؟ ايوه صح طب ده شايف لقيتها بقى في كل العربيات ما هو يا ابني احنا هنا شايف العربيات دي مش هو موجود في اي مكان هنا داخل الشارع كده الشارع كان فيها حمام مركزه وفي حمل موزع في اي مكان
اي مكان تاخد فيه الشريحه هتلاقي فيه حمل مركب، يعني دول الثلاث شرايح هتاخد فيه ايه؟ حمل مركب. وفي نفس المكان مع الشريحه في حمل موزع 3/10، بس بعد الحسبه بتاعته في المثلث والكلام ده لما يتعمل حلم بتاعه على السترنجر دي، السترنجر دي لو انت عايز تشوف ايه اللي هي شايلاه ما ينفعش نحسبها اصل ده 3 دايمنشن لودنج. يعني ايه 3 دايمنشن لودنج؟ الاحمال مش على خط واحد، ده في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده صح؟ في واحد كان قال لي 3/10، لا هي مش 3/10، هي 3/10 في مساحه. ليه؟ 3/10 في مساحه طلعت 3/1000. الكلام ده لاي شريحه موجوده على الايه؟ على لو انت خدت بقى شريحه في الخامل هنا اللي ما بين ده وده ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي 3% 3/10 بعد الضربه في مساحه هي تطلع 3/1000، هي موجوده في اي مكان في الايه؟ في السترنج ده. خلاص؟ طيب سهله دي؟ نفس بقى العزوم دي سهله صح؟ يبقى الام لايف لود زائد الاي هتساوي ايه بقى؟ الام لايف لود زائد الاي. دي معناها ايه؟ العزوم لللايف لود انكلودد ايه؟ الام. خلاص؟ هتساوي ايه بقى؟ كام سنه؟ كام؟ 10 مسافات. احسب بقى يا عم. انا هجيب رياكشن. رياكشن وصل للعدد. عشان تبقى ماشي. حاجه ثاني يبقى كده خدنا 3 من الايه؟ من الست ومعاهم قد قامت الصلاه. قد قامت الصلاه. طب لحد كام؟ لحد متر ونص. لحد العربيه. لحد نهايه العربيه صح كده؟ في هنا بقى خيمه كده كام نص؟ نص اللي هو ال3 من 10 وده كام؟ ليه بقى؟ ما هي العربيه خلاص اتحركت هنا، اتحركت هنا، ففي عندي شريحه في الحمل الموزع دوت هتبقى في المكان ده اللي هي المتر ونص اللي فاضل هنا. مش في متر ونص فاضل هنا؟ ايوه صح. انا اتحركت اه. في شريحه في الحمل الموزع اللي هي الكبيره دي، يعني لو انت هتحط المسافات بقى دي تقول ايه؟ 1.5 1.5 والموزع في المساحه. سهل يا جماعه؟ تعرف تجيبها المره الجايه؟ تعرف تجيبها المره الجايه دي ولا صعب؟ هنكمل عليها التصميم ده ان شاء الله. مش انتوا خدتوا التصميم مع السنه؟ اه ما تصممتش في الجديد. او مش عارفين.